مكنة الأخبار في مصر لا تتوقف، يعني كل يوم، مش كل يوم، كل ساعة الحقيقة قصة جديدة. إيه أحدث القصص الجديدة؟ الحقيقة الغضب المشروع، الغضب المشروع ده حق مطربي الأوبرا. إيه اللي حصل؟ في حالة كبيرة جدا من الجدل أثارها المايسترو هاني فرحات اللي بقى مسؤول عن مهرجان الموسيقى العربية. المايسترو الكبير قال تصريحات لزميلة هبة محمد في مجلة روزا اليوسف، بيقول أو بيوضح إن نية المايسترو هاني فرحات وطموحه الكبير إن هو يطور مهرجان الموسيقى العربية، وإن هو يجذب ليه نجوم الغناء الجماهيريين والتجاريين اللي كانت كل الناس بتسأل ليه هم مش موجودين في المهرجان. لكنه كمان أثار نقطة مهمة جدا، هو لحد هنا كلامه مشروع، وفي مطربين جماهيريين وتجاريين بيبقوا موجودين في المهرجان، لكن مستقبل بقى مطرب الموسيقى العربية في الأوبرا غامض. إيه المتنفس بالنسبة لهم؟ ده المهرجان ده عيد، والعادية وجودهم مع الناس والأجور رمزية جدا، والناس دي بتتوجد مع المطربين الجماهيريين، وده بيدي للجمهور فرصة ان هو يكتشف ويتعرف على المواهب دي وعلى الكنوز الموجودة في الأوبرا، وهي ممتلئة بالكنوز وبيقدمها للعالم العربي مش بس لمصر. يعني مثلا في حفل روائع الموجي اللي اتعمل في الرياض من اسبوعين تقريبا، كل توقف عند نجمة من نجمات الأوبرا، موهبة أثبتت نفسها ببراعة مي فاروق. مي فاروق نجمة من نجمات الأوبرا. الحفل بقى كان مشارك فيه نجوم كبار من مستوى العالم العربي، كبار جماهيريا وكبار فنيا، لكن مطربين الأوبرا دايما يقولوا غير، لأنهم متربيين صح، متأسسين فنيا وموسيقيا صح. ففكرة إن أنا ما يبقاش طبيعي ابدا ان انا اخسر المساحه اللي من خلالها انا بقدم للجمهور ناس مختلفه او ناس تستحق الفرصه. مهرجان الموسيقى العربيه اللي بيحضر حفلاته على مدار السنه او اللي الناس بتستناه من السنه للسنه، ده اكيد عيد، عيد عند ناس كتير جدا حلمهم ان هو لما يبقوا على مسرح الاوبرا. عشان كده انا شخصيا متفهمه حاله غضب مطربي الموسيقى العربيه من تصريحات المايسترو هاني فرحات اللي لمح فيها لامكانيه عدم وجودهم في الدوره اللي جايه من المهرجان. كمان بقى في حاله غضب تانيه من تصريح اللي قال فيه ان المطربين اللي شاركوا في الدورتين الاخرتين مش هيشاركوا. يعني ايه؟ يعني اكيد ده يزعل جمهور المطربين دول، ويزعل ناس كتير. الناس اللي بتروح الاوبرا ذوقها غير خالص المهرجانات، وذوق غير الحفلات العادية. الاوبرا ليها مستوى مختلف من الرقي ومن الذوق، والناس دي هي أعمدة المهرجان طول السنين اللي فاتت، مش السنتين اللي فاتوا، طول السنين. مهرجان الموسيقى العربية يعني علي الحجار، يعني هاني شاكر، يعني مدحت صالح، يعني ناس كتير. وبالمناسبة دول النجوم اللي ما كانش فيه نجوم تجاريين بيوافقوا على المشاركة عشان الأجور ضعيفة، لكن كان فيه بالحب كده، كانت بتيجي سميرة سعيد، وبتيجي أصالة، ومرة أنغام، مرة شيرين، صابر الرباعي، راغب علامة، وائل جسار. ما كل دول نجوم جم، والمهرجان اتسع للجميع. فمش طبيعي برضو يطلع التصريح ده وكأنه بيستهدفهم، عملتوا اللي عليكم وشكرا. لا، ده احنا بننتظرهم، ده احنا لو هم عملوا حفلة كل اسبوع وكل شهر هتلاقينا حاضرين. انت لازم يبقى انت بتعمل بين النوع من الغنى ونوع من الغنى، لازم
النوع الغنى الطبيعي والأصلي لازم يكون موجود بقوة عشان ما يسيبش الساحة لنوع غنى تاني الناس بتحس انها غريبة عنها وان هو لا يمثلها. وده مش معناه ان الجمهور او البعض بيرفض او بيفرض قائمة نجوم على المهرجان، لكن في النهاية ليالي المهرجان تتسع للجميع، وممكن يبقى المهرجان اكتر من كده. الناس بتبقى حابة ان المهرجان يبقى طويل، يبقى اسبوعين، يبقى اكتر من كده، والناس هتيجي وبتدفع تذاكر وبتبقى موجودة وبقوة. يعني علي الحجار، هاني شاكر، مدحت صالح وغيرهم كتير، الناس بتستنى المهرجان من السنة للسنة. ممكن يكونوا بيعملوا حفلات في طول الوقت في أماكن تانية، لكن حفلات الموسيقى العربية دي هي عيد عند الناس اللي بيروحوا يحضروا، مش بس الناس اللي بيطلعوا على المسرح، يعني مش بس الناس اللي بينتظروا الحفلات دي عشان يطلعوا، لا كمان الناس المشاهدين اللي زي حالاتنا كده، هم ده بالنسبة لهم العيد، دي أيام العيد الحلوة اللي بيروحوها، واللي دايما بتكون كاملة العدد. يعني أنا من الناس اللي بحضر كل الأيام على فكرة، وكل الأيام بتبقى كاملة العدد. أما فكرة مشاركة عمرو دياب وغيره من النجوم، إذا كان يعني هم تمام والمهرجان يعني شبه الناس دي، فهم يتسع للجميع. يعني ينفع يكون في عمرو دياب، وينفع يكون في هاني شاكر، ينفع يكون في شيرين، ينفع يكون في مي فاروق، ينفع يكون في انغام، ينفع يكون في ريهام عبد الحكيم، ينفع يكون كاظم ساهر، وينفع يكون مدحت صالح. ونفتح الاقواس ونحط الاسماء كتيره زي ما انت عايز. واللي مش هيكون ليه مكان السنه دي ممكن يجي السنه الجايه. طبعا الدكتور خالد داغي رئيس دار الاوبرا المصريه حاول ان هو يخفف المشكله ويلطف الدنيا، وعمل تصريحات وقال فيها ان وجود مطربي الاوبرا في المهرجان امر لا خلاف عليه، وان هو لم يتم الاتفاق على اختيار اسماء نجوم الدوره المقبله لمهرجان الموسيقى العربيه حتى الان، والمهرجان لسه مازال في مرحله التحضيرات. لكنه قال كمان جملة مهمة، إننا لازم نغير من النظرة المعتادة لفكرة هذا المطرب له جمهور وصاحب ترند، لكنه لا يصلح لمسرح الأوبرا. إحنا بنتفق معاك تماما، ناس في ناس تنفع لمسارح تانية كتير جدا، لكن عند الأوبرا ده ذوق تاني، وده مستقبل تاني، وده جمهور تاني، ما ينفعش إن أنا أصادر عليه، ما ينفعش إن أنا أنكد عليه. المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقى العربية هو كمان طلع بيان يوضح فيه موقفه، وقال مهرجان الموسيقى العربية أهم المهرجانات الغنائية في العالم العربي، وكل الفنانين الكبار بيرتبطوا بيه بذكريات خاصة، وعشان كده الدورة الجديدة هتحتاج إلى دراسة متأنية حتى تخرج بالشكل اللي يليق بمصر. أنا أعتقد إن الشكل اللي يليق بمصر غير اختيار الناس اللي الناس بيحبهم، لكن في حاجات تانية كتير. طيب